اهلا بيكم اعزائي متابعي البوابه نيوز. احنا النهارده متواجدين صحبه الاستاذ عادل ضحيه الدكتور اللي يتنمر عليه داخل احد المستشفيات بمنطقه القاهره عشان يروينا كواليس الواقعه كما حصلت من البدايه والنهايه. زي ما انتم حضراتكم عارفين ان القصه دي خلال 48 ساعة الماضية أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ناس كتير كانت عايزة تعرف إيه القصة، إيه اللي حصل، طب ليه الموضوع ده تم من البداية. دلوقتي متواجدين مع عم عادل هيشرح لنا كواليس الواقعة. اتفضل يا عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا مش متخيل طبعا اللي حصل. اللي حصل ده شيء فظيع ليا وأولادي والأهل بلدي، وأنا مش عارف أرد، مش عارف أتكلم. طب أنت حضرتك الموضوع ده حصل فين يعني؟ الموضوع ده حصل في المكان اللي هو عملي، في مكان شغلي. تمام. وفي وقت الاستراحة مع الدكتور وفي العيادة ده حصل، بس طبعا ما كنتش متخيل إن ده يحصل تصوير. ما كنتش عارف إن في تصوير. لا لا لا، ما كنتش عارف طبعا إن في تصوير أو يتعرض بالمنظر دوت. صعب طبعا. تمام. اللي حصل بقى يعني كاليوم الكلام الفتره دي الواقعه دي كانت من امتى بالظبط؟ من فتره ممكن من حوالي 6 شهور كده. من فتره. تمام. طيب انت بعدها هل كنت عارف حد قال لك ان في فيديو اتسجل او حاجه زي كده، ولا فوجئت بيه لما اتنشر على السوشيال ميديا زي الناس؟ انا فوجئت ان مديره العيادات عندي بتكلمني بتقول لي في كذا 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 حصل، وفي حد من جهه بيكلمك، فكلمه ورد عليه بناء على تعليمات اداره المستشفى. فانا طبعا فوجئت، ما كنتش متخيل ده يحصل او يتنشر في التلفزيون. الدنيا صعبه طبعا، ما كنتش انا متخيلها ولا لغايه دلوقتي متخيل الوضع اللي انا فيه. الوضع اللي انا فيه والاثر النفسي اللي عليا وعلى اولادي وعلى زوجتي وعلى اهل بلدي وعلى الناس اللي واقفه كلها جنبي. تمام. طب يوم الواقعة بقى بالظبط يعني لو حابب تشرح لنا كواليس اللي حصل يعني. والله انا 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 يعني انا كشغلي في مكان عملي بستدعي ان انا اروح طبعا اقابل الدكتور واخد منه. حضرتك بتشتغل معاه؟ بشتغل معاه، انا بشتغل في مكان عملي اللي هو المستشفى نفسها. لكن هو استشاري، احنا سمعنا ان هو استشاري في المستشفى. هو استشاري كبير طبعا، ما اقدرش اقول عليه حاجه يعني. طيب ايه الاجراءات القانونيه اللي انت حضرتك قمت باتخاذها او ناوي تتخذها ايه؟ والله انا هنا طبعا اللي واقف جنبي كلهم اتحاد محامين اهل بلدي، واللي هم واقفين جنبي دلوقتي، واللي هو المفروض ان هم هيجيبوا لي حقي، لان هم طبعا غلط فيهم بلدي وفي ناسي وفيا وفي شخصي وفي اولادي. فانا مش قادر ارفع راسي في وسط البلد، وانا قادر ارفع راسي قدام عيالي واولادي. طبعا انا معلمهم تعليم كويس، فده اثر عليهم جامد. ما كنتش اتمنى طبعا يحصل ده. الضرر بقى اللي وقع عليك يا عم عادل، اللي احنا حابينك تشوفه. ضرر نفسي ضرر مش عارف اقول لك. انا مش عارف اتكلم، انا مش قادر امسك نفسي. انا تعبان من امبارح. انا ما نمتش لغايه وقتنا هذا. انا لولاش بس الناس الافاضل ديت اللي هم جابوني وهدوني، انا مش عارف كنت اعمل في نفسي. انا كنت عايز امشي، انا كنت عايز امشي من المكان، من البلد، ولكن اهل بلدي هم اللي وقفوا جنبي. طب انت دلوقتي لو حابب، لو قدامك وانت حابب توجهه لرساله، هتقول له ايه؟ انا هقول له يا دكتور عمرو، بالزماله وبالاخويه اللي احنا قعدنا فيها دي، انت اهل بلدي. انا كل اللي انا عايزه منك تطلع وتعتذر للناس دي، لان انا كذا مره حذرتك من القلق، والناس اللي فيها ناس كبار مش ناس صغيرين. فانا عايزه يعتذر بس يعني هو كان قبل كده تطول على هل القلق ولا دي كانت اول لا مره؟ لا دي اول مره طبعا، بس انا طبعا كلام انا عارف اللي هو انا هو عارف انا منين، هو عارف انا من قريه ومتربي وعايش فيها واهلي فيها. فيعني هو ما كانش مش عارف يعني صعب. من الناحيه الدينيه يا عم عادل، انت شايف ان يعني
اللي طلبوا منك ده، يعني شايف ده ده لا يرضي ربنا ولا يرضي حد، فانت ترد عليه تقول له ايه من الناحيه الدينيه؟ انا طبعا اللي هو كان بيقوله ده انا فوجئت بيه طبعا. هو يعني كان في سياق حاجه ارتجاليه، حتى انا قلت له لا انت مش هتقدر تشيل وزري ولا تقدر تشيل وزرك قدام ربنا، انا مش هعملها. فعلا انا ما عملتش كده، انا ما رضيتش طبعا اسجد، يعني انا ما اسجدش الا لله سبحانه وتعالى بس، حتى لو كان هيقطعوا عيشي، حتى لو كان هيقطعوا عيشي من المكان. انا عندي طبعا لا امين بالله، والدي كان حاجه كبيره، والدي لغايه دلوقتي كل البلد عارفاه. انت بتشتغل هناك من امتى يا عم عادل؟ انا بقالي 25 سنه بشتغل في الصرح الطبي ده، كلهم ناس افاضل، ما اقدرش اقول حاجه، كلهم ناس افاضل، كلهم بيخدموا الدنيا كلها. بقالي 25 سنه عمري كله في قلب المستشفى دي، كلهم يعتبروا زي اخواتي وكلنا اسره واحده وكلنا. بس طبعا الفيديو ده لا اثر جامد، اثر، انا مش قادر اقف قدام ولادي، انا ولادي متاثرين، انا نفسي متاثر، الاهانه اللي انا فيها ما كنتش اتمنى ان ده يحصل، ومين السبب فيها؟ بس تمام. طيب رد فعل الناس هنا كان ايه؟ رد فعل اهالي الالج هنا بصراحه معاك. رد اهالي البلد كلها وقفوا جنبي، اتحاد محامين الالج، الاستاذ رضوان الزياتي، الاستاذ سيد، الناس الافاضل دي كلهم وقفوا جنبي وقالوا لي احنا واقفين جنبك. وانا طبعا انا وكلت الناس محامين الالج والله، يعني هم دولت ناس اشراف وانا وكلتهم عندي، وبنتي كمان محاميه، بنتي محاميه لسه متخرجه طبعا، حاجه طبعا دي اثرت عليها. طب انت من خلال دلوقتي عم عادل عايزينك توجه رساله للسيد رئيس الجمهوريه والسيد المستشار النائب العام المستشار احمد الصاوي، حضرتك تحب تقول لهم ايه؟ ايه المطالب اللي انت عايز توصلها لكل المسؤولين الدوله؟ عايز حق ربنا طبعا اول حاجه، وارفع راسي في وسط بلدي وعيالي يرفعوا راسهم. انا اتهنت، انا الفيديو ده اهني 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 معنويا وجزئيا وكله كله كله، مش لوحدي، بلد بحالها. طب حضرتك رحت الشغل بعد اللي حصل ده ولا ما رحتش؟ لا كل اللي حصل ده كان امبارح، انا النهارده طبعا الاوف بتاعي ما رحتش الشغل، مش عارف رد فعل مكان شغلي ايه دلوقتي، انا ما اعرفش، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش، انا ما اعرفش، وده انا ماليش دخل غير المستشفى وشغلي ده، مش شغال بره، مش شغال في حكومه، هو ده اكل عيشي، وانا بمشي اموري عشان اكل عيش واربي عيالي، وربيت عيالي احسن تربيه. تمام. طيب عم عادل، هل انت هو الراجل قال في تصريحات انه عايز يصطلح معاك، وان الفيديو ده كان من فتره، كان من فتره والموبايل اتسرق منه والكلام ده، فانت عايزينك ترد للناس وتكذب الحته دي لان ده ما حصلش؟ لا هو انا لا مش عيد على السؤال تاني معلش. حضرتك الفيديو كان من 6 شهور، هناك اقاويل ان هو بيقول ان الفيديو ده كان من 3 سنين والموبايل اتسرق منه والكلام ده، ف انت راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ انا ما اعرفش، بس انا سمعت، بس انا ما اعرفش حاجه من ده خالص. تمام. انا ما اعرفش بصراحه. طيب حضرتك تحب توجه رساله للناس اللي شافت الفيديو من امبارح على السوشيال ميديا وتقول لهم ايه؟ يعني كل الناس متعاطفه معاك، تحب تقول لهم ايه؟ يعني كل الناس اتعاطفت معاك وكان ونفسها تساعدك ونفسها ان انت حقك يتتت، تقول لهم ايه؟ والله بص انا يعني عايز حق ربنا وعايز حق ولادي وعايز حق نفسي، انا مش عارف اعرف ارجع شغل ولا لا، وحق بلدي اللي حصل، الاهانه جامده، الفيديو جامد، الفيديو جامد. تمام. 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 اعزائي متابعي البوابه نيوز، احنا دلوقتي معانا كمان الاستاذ رضوان الزياتي، عضو مجلس الشعب الاسبق واحد ابناء المنطقه. هي هناك بعض الاجراءات والقانونيه اللي هيقوم بها اهالي المنطقه، ومعانا الاستاذ رضوان الزياتي هيكشف لنا كمان هم ناويين يعملوا ايه خلال الفتره القادمه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي حصل ده جريمه في حق الذات الالهيه طبعا، وفي حق بلده الالج، دي بلد عريقه جدا وفيها ناس محترمه جدا وناس قيادات على مستوى البلد. انا كراجل نائب مجلس النواب السابق وكاتب صحفي في جريده الجمهوريه، مدير تحرير جريده الجمهوريه،
مجرد ان احنا عرفنا الواقعة دي وشوفنا الفيديو ده انا اتصلت بالاستاذ سيد نقيب المحامين في القلق وكل اتحاد المحامين وكل الشخصيات العامة اللي في القلق وقعدنا عشان نساند هذا الرجل المظلوم المقهور اللي هو الدكتور عمرو بيقول اننا بنهزر. طبعا ده ما فيهوش هزار، في هزار في الذات الإلهية، في هزار في ان هو يسيء لبلد هو ما يعرفش قيمتها ايه مشافهاش، هو هزار ان هو يسيء لهذا الرجل ويسيء لأولاده. ده كلام طبعا، دي ثلاث جرائم طبعا اكبرهم واضخمهم واخطرهم جريمة الذات اللي وزجد للكلب، وعشان هو اهان الكلب بتاعه، ولو اهان الكلب بتاعه قتله كان يحصل الكلام ده؟ ده حد يقول كده؟ احنا قررنا مع اتحاد المحامين القلق ان احنا بنرفع دعوة ضد هذا الدكتور اللي هو ما يعرفش لا دين ولا خلق ولا حاجة، ودي ما حاجات مش محل هزار ولا محل كلام زي كده. احنا بنقول ان هذا احنا عاوزين حقنا، اولا عشان ربنا سبحانه حق ربنا ان هو يغلط فيه هذا او يرتكب فيه هذا الجرم الكبير، عايزين ده. رقم اتنين حق البلد، بلد القلق اللي هي البلد هذا البلد الكبير العريق، وعايزين حق هذا الرجل وولاده ان هو يهان بهذه الطريقه ويساء اليه بهذه الطريقه. ده هو اللي احنا عاوزينه. معاك الاستاذ سيد اللي هو نقيب المحامين. معانا الاستاذ سيد رئيس اتحاد محامين منطقه القلق. كمان استاذ سيد، حضرتك ايه الخطوات اللي هتتخذوها خلال الايام اللي جايه دي، او بالفعل بداتوا تتخذوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنرحب بيك في بلدك، في بلدتنا الكريمه القلق، وبحب اقول لحضرتك ان احنا فعلا خدنا اجراء من امبارح وتم ابلاغ سيد النائب العام بما تم ومع الفيديو. انا بتكلم بقى عن حق الراجل ده وحق بلدنا القلق. اولا الخطأ في الذات الإلهية دي يعني جريمة، وإزدراء الأديان جريمة، يسأل عنها الراجل ده ويسأل عنها الدكتور ده سؤال، يعني ربنا حيحاسبه اولا ثم القانون هنا حيحاسبه ثانيا. اما احنا بالنسبة لنا قرية القلق قرية كبيرة من اكبر قرى محافظة القليوبية، هي ومركز وبتاع شبيز ماشي، يعني من اكبر قرى قرية القلق لما لها. قرية القلق انجبت المستشار مجاهد حمد اللي هو كان مفتي الجمهورية الاسبق، الدكتور احمد الرزاز محمد الرزاز وزير المالية، لواء عزة الزياتي مساعد وزير الداخلية ومدير ادارة المرور السابق وشهيد في اثناء عمله القلق، مش هي اللي دكتور بتاع الشهيد محمود فارس وكثير مش هو ده الدكتور اللي اتكلم واقول القلق انا ودي كلب ايه؟ هو راجل ده لو راجل محترم ما يقولش ان الكلب كبيره او لو هو عرضه الكلب يا راجل يستحي من نفسه ويستحي ان هو بيقول الكلام ده. فاحنا معلش حقنا وحق الرجل مش هنسيبه، كاتحاد محامين القلق مش هتسيب الموضوع ده دهوت، ولو على كستة كلنا كمحامين واهالي القلق. الراجل ده النهارده ما هوش قادر يمشي في بلده، مش قادر يرفع راسه في وسط اهله واولاده على قدر من التعليم، واساءة للبلد واساءة ليه، فالموضوع مش هيتسابه بكل الطرق، هناخد حقنا ان شاء الله باذن الله. تمام كده. استاذ عادل، حضرتك رساله اخيره تحب توجهها تقول ايه ولمين؟ رساله اخيره حضرتك معانا. مش عارف انا يعني انا عايز ارفع راسي في وسط بلدي الاول حاجه، في وسط ناسي، في وسط اولادي، ويجي لي حقي. انا عايز حقي اللي هو المنظر اللي انا شفته في التلفزيون، منظر صعب مهين قدام زوجتي واولادي، وانا بالنيابه عنهم بتاسف لاولادي ان انا ممكن يكون يعني اتحطيت في الموقف ده. بدون قصد. انا اسف. اسف لاولادي واسف لاهل بلدي كلهم. تمام. اعزائي متابعي بوابه نيوز، نقلنا لحضراتكم رد عم عادل على الواقعة اللي حصلت معاه، وان شاء الله نلقاكم في فيديو جديد بعد قليل.